أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، هيومان رايتس ووتش توثق قطع ذراع معتقل في أحد مراكز الشرطة ببغداد. في الزمان، مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إقرار قانون مناهضة التعذيب. في الهيئة نت، عشرات حالات الاختناق بمخلفات الكبريت السامة المحترقة في نينوى. في صحيفة البصائر، احتجاجات شعبية تتجدد ضد أزمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. في القدس العربي، كوشنر يختتم ورشة المنامة بهجوم على القيادة الفلسطينية. في العربي الجديد، قوة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على مدينة غريان جنوبية طرابلس. وأخيرا من الشرق الأوسط، وفيها ترامب يقول إن أي حرب أمريكية على إيران لن تطول كثيرا. أهلا بكم من جديد. في صحيفة المدى، يرى علي حسين أن مؤشر الحرائق في العراق سيظل في ارتفاع، وسوف تتكرر حرائق كبريت المشراق في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة طالما بقيت الدولة رخوة إلى هذا الحد والنظام هشا على هذا النحو البائس، وطالما بقيت الحكومة ترفع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم، المواطن يبكي وهو لا حول له ولا قوة في مسألة محاسبة منفذي الحرائق، مثلما يجد هذا المواطن أنه لا يحق له أن يسأل من يقف وراء هذه الكوارث وأين أصبحت نتائج التحقيق فيها. لم يحدث في تاريخ البلد أن غيب القانون والعدل إلى هذه الدرجة، غيبهما نفوذ الأحزاب وتنظيماتها المسلحة وهوس الحصول على كل شيء، فيما الوطنية التي يجب أن تكون عنواناً للوظيفة السياسية صارت تهمة. في الأشهر الماضية عاشت أستراليا بأجمعها ملحمة بشرية في مكافحة الحرائق التي تسببت بها الأحوال الجوية، وشاهدنا كيف رشق الغاضبون كبار مسؤولي أستراليا بالبيض غضباً، فيما معركة البيض العراقي اندلعت على صفحات الفيسبوك فقط، ويخشى أصحابها الاقتراب من قلاع البرلمان عندما يفشل من يطلقون على أنفسهم نواباً في صياغة مشروع وطني لدولة مؤسسات في العراق، نراهم لا يجدون سوى طريق واحد لخوض المعركة السهلة وهو طريق المناصب والمغانم، اعتقاداً منهم أن العراق مجرد كعكة لذيذة ودسمة. يكشف لنا صمت البرلمان أن أحزابه لا تجيد سوى نشر الإحباط وقتل الأمل في النفوس وتحويل البلدان التي انتظرت السعادة إلى بلدان يرضى أهلها بما هو مقسوم لهم في ظل ساسة ومسؤولين مهمتهم الأولى تعبيد طرق الآخرة أمام الناس وطرق السعادة والرفاهية أمام عوائلهم. ويضيف الكاتب أن احتفاظ رئيس البرلمان بصمته وهدوئه بينما النار تشتعل في كل مكان، فهذا ما لا يصدقه عاقل إلا إذا كان يعتقد أن وجود علي الصجري على رأس لجنة نزاهة في البرلمان سيوقف حرائق الفساد. قالت صحيفة العربي الجديد إن حكومة عبد المهدي تسعى وبدعم من عدة كتل سياسية تسعى لإيجاد مخرج قانوني لتمديد المهلة المحددة لشاغلي الدرجات الخاصة في الدوائر والوزارات الذين سينتهي عملهم قانونيا الأحد المقبل. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هناك صعوبة في حسم الملف ضمن السقف الزمني المحدد له. الصحيفة أشارت إلى أن الصراع يشتد بين الكتل السياسية على الدرجات الخاصة التي يتراوح عددها بين 1500 منصب سينتهي عمل شاغليها الأسبوع المقبل وفقاً لقرار برلماني مطلع العام الحالي،
ووفقاً لمسؤول عراقي في بغداد، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعملان على حسم ملف الدرجات الخاصة وإنهاء إدارتها بالوكالة على شكل دفعات متعددة وليس دفعة واحدة، بمعنى إصدار أوامر تسمية المسؤولين الجدد للمناصب الشاغرة على فترات متفاوتة دون الالتزام بالموعد المحدد وهو نهاية الشهر الحالي. ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان يملك صلاحية منح فترة تمديد أخرى لرئيس الوزراء تصل لثلاثة أشهر، مؤكدة أن كتلاً وقوى سياسية عدة تعلن بوسائل الإعلام أنها ضد المحاصصة ولا ترغب بشيء من تلك المناصب، لكنها سراً تفاوض وبشراسة عليها. وأوضحت الصحيفة أن سيناريو حسم الدرجات الخاصة قبل المدة المقررة غير ممكن حالياً، فما زالت أكثر من 1000 درجة لم تحسم حتى الآن، وتؤكد كتل سياسية صعوبة حسم هذا الملف خلال السقف الزمني المحدد له. وتنقل الصحيفة عن خبراء قانونيين تأكيدهم صعوبة وجود مخرج قانوني للتمديد، إذ أن القانون واضح بانتهاء عمل شاغلي تلك المناصب نهاية الشهر الجاري، مشيرين إلى أن التمديد القانوني صعب، لكن هناك فرصة للتوافق بشأن التمديد بين الكتل السياسية والبرلمان والحكومة والحصول على قرار من المحكمة الاتحادية. نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن مدى تورط العراق في الصراع الأمريكي الإيراني، خاصة أن موقف الرئيس العراقي الذي أبداه خلال قمة جامعة الدول العربية يثبت أن العراق منحاز للجانب الإيراني بشكل كبير خلال هذه الأزمة. وقالت المجلة في تقريرها إنه في أواخر شهر أيار استضافت السعودية 3 اجتماعات قمة منفصلة في مكة على أمل ضمان إدانة المنطقة الكاملة للأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، ولكن لم يشاطرهم أي من الأطراف رأيهم حول إيران. المجلة أضافت أن هناك علاقة أخرى تجمع بين العراق وإيران بالإضافة إلى القرابة الجغرافية، ويحظى الإيرانيون بتأثير حقيقي على بغداد ويمكنهم حشد الدعم من المسؤولين على أعلى المستويات. وخلال العقد الماضي أصبح العراق يمثل أكبر سوق تصدير للبضائع غير النفطية بالنسبة لإيران، إذ يبلغ إجمالي التجارة الثنائية حوالي 12 مليار دولار في السنة، وترغب طهران وبغداد في زيادة هذا المبلغ إلى 20 مليار دولار. وأوضحت المجلة أنه استناداً إلى تقارير إعلامية من طهران، فإن التجار الإيرانيين يعتقدون أن العراق يستطيع أن يكون طريقاً محتملاً يمكنهم من خلاله توجيه تجارتهم الدولية، وكان تعويض الضغوط الأمريكية يمثل أولوية قصوى للرئيس الإيراني حسن روحاني عندما زار بغداد في آذار. والأهم من ذلك أن روحاني بعث برسالة إلى واشنطن تفيد بأن نفوذ إيران في العراق باق، ومن جهة أخرى يجب أن تكون واشنطن شديدة الوضوح حول توازن القوى السياسية في بغداد، ويجب ألا تقلل من شأن عدد الحلفاء الذين زرعتهم طهران بين الجماعات السياسية العراقية منذ سنة 2003. وفي الواقع قد يؤدي إجبار الحكومة العراقية على الاختيار بين الولايات المتحدة وإيران إلى نتائج عكسية خطيرة ضد واشنطن. وفي الختام أوردت المجلة أنه من المرجح أن تجد إيران والعراق طرقاً جديدة تتيح استمرار التجارة بينهما، لكن في ذلك خرق للعقوبات مما يجعل العراقيين عرضة للغرامات وفقدان الدعم الأمريكي لجهازهم الأمني المحاصر. فضلاً عن ذلك يجب ألا تترك السياسات الأمريكية العراق أمام خيار وحيد يتمثل في تحولها إلى شريك لإيران، وهي نتيجة من شأنها أن تزيد من عبء هذه الدولة العراقية الضعيفة وتؤذي أيضاً المصالح الأمريكية على المدى البعيد في منطقة الشرق الأوسط.
قال المعلق المعروف في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان إن الرئيس دونالد ترامب قرر مواجهة إيران والصين وتغيير تصرفاتهما وفي وقت واحد، ولكن بدون أن يكون لديه خطط ولا أهداف. ويقول إن الضغط بهذا الاتجاه ليس عملا جنونيا، ولكن الجنون هو التعهد بالقيام بهذه المواجهة العظمى دون أهداف صحيحة ودون حلفاء لمساعدته على إنجاز الأهداف، ودون أن يكون لديه فريق أمن قومي متماسك وبلا تناسق مع بقية أهداف السياسة الخارجية لإدارته. الكاتب يرى أن ترامب يستحق الثناء في شيء واحد من خلال التسبب بالألم لإيران وخنق كل إنتاجها النفطي، وعلى الصين التي فرض 250 مليار دولار على صادراتها للولايات المتحدة وعلى المنتجات من شركتها العملاقة هواوي. وبعبارة أخرى، أصبح لدى ترامب ورقة نفوذ على الصفقات التعاقدية أو التحويلية من البلدين. ويضيف الكاتب أن رئيساً يتصرف بنوع من الجنون يمكن أن يحقق شيئاً في وقت ما، أما الرئيس الذي يتصرف بجنون دائم ويخلق المال بدون أهداف واضحة ويؤكد دائماً أنه ينتصر ويخسر الآخرون وبدون أن يكون لديه ممر آمن للخروج، هو رئيس ليس جيداً. وتساءل الكاتب إن كان ترامب يريد تغيير النظام في إيران أم أنه يريد فقط تغيير سلوكها؟ وهل يريد تقليل العجز في التجارة مع الصين أم أنه يريد الحصول على صفقة عادلة لشركاتنا؟ ويجيب الكاتب أن هذا الوضع ليس واضحاً له ولا للرئيس نفسه. والسؤال الحقيقي، إن كان الرئيس منضبطاً بدرجة ما وصبوراً وماهراً لترجمة الألم الذي تسبب به إلى مكاسب ملموسة ودائمة للولايات المتحدة؟ وبحسب توماس فريدمان، فإن واشنطن تواجه لحظة كبيرة وليست عادية، وما هو على المحك بين ترامب والصين هو الاقتصاد العالمي الذي ننشده، أما الرهان مع إيران هو منع انتشار التكنولوجيا النووية، ولهذا السبب فعام 2019 يعد عاما محوريا. قالت صحيفة القدس العربي إن جل ما خلص إليه جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي في ختام ورشة السلام والازدهار المنعقدة في المنامة أمس بقوله إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام القيادة الفلسطينية، وهو ما ترجمته أن خطته لإقناع الفلسطينيين بالأحلام الوردية للازدهار الاقتصادي مقابل التخلي عن كفاحهم عشرات السنين لاستعادة أراضيهم المحتلة وعودة لاجئيهم وتأسيس دولة ذات سيادة قد فشلت. حاول كوشنر إضفاء أهمية على الاجتماع الذي قام بإخراجه، لكن الجميع كانوا يعلمون أن ما يحضرونه هو حفلة علاقات عامة، وكان من اللحظات المسلية في تلك الحفلة تقديم كوشنر شريط فيديو تتحول فيه غزة إلى مدينة أحلام، وتنهال عشرات المليارات على الفلسطينيين وجيرانهم، وينفتح جسر بين الضفة الغربية وقطاع غزة كلفته 5 مليارات، ولا يبقى كي يكتمل الفيلم إلا إنشاء ديزني لاند ضخمة في أحد مخيمات اللجوء الفلسطينية الكثيرة. إضافة إلى النتيجة الواضحة والفشل المعلن، فقد قدمت ورشة المنامة مشاهد تؤكد طغيان الجانب الهزلي الأقرب إلى الكوميديا السوداء، والتي تبعث على التعجب على أكثر من صعيد. من هذه المشاهد كان ظهور جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للورشة مع مجموعة من اليهود يؤدون طقوساً دينية احتفالية في كنيس المنامة، وهو مشهد لا يستقيم معناه إلا عند مقارنته بالغارات التي يشنها المستوطنون العنصريون على المسجد الأقصى والتضييق عليهم في الصلاة فيه، وهو يفسر المستقبل المقصود حيث تفتح الأبواب لصلوات اليهود في البلدان العربية بينما يضيق على صلاة الفلسطينيين في أرضهم وفي أقدس بقعة دينية لديهم.
وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن ورشة المنامة فتحت الباب فعلا، ولكن ليس للفلسطينيين بل للإسرائيليين، كي يصلوا ويشربوا البيرة ويسخروا من مقاومة العرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ما لا تخطئه العين في المشهد السوداني اليوم أن كل الأطراف تحشد قواها وتكثف تحركاتها استعدادا لمواجهة مقبلة بل وشيكة. عثمان مرغني يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن الساحة السودانية تموج بالحراك، بعضه ظاهر في العلن وأكثره في السر. كتل تخطط وتعمل على كيفية إخراج البلد من محنته والإبحار به نحو تحقيق الحكم المدني وتلبية مطالب الثورة التي ضحى كثيرون بدمائهم وبالغالي والنفيس من أجلها، بينما مجموعات أخرى تناور وتعمل لسرقة الثورة إن لم يكن لوأدها. تاريخ 30 من يونيو حزيران الحالي أصبح بمحض الصدفة شديد الأهمية لكي لا نقول مفصلياً. الاتحاد الأفريقي حدد هذا التاريخ نهاية لمهلته التي سيتخذ بعدها إجراءات عقابية إضافية، إذ لم ينقل الحكم إلى سلطة مدنية. المجلس العسكري للالتفاف على هذه المهلة كثف تحركاته لإعلان حكومة مدنية قبل نهاية الشهر تكون مفصلة على هواه. من جانبها قررت قوى الحرية والتغيير العودة إلى التصعيد وتسيير المواكب، فأصدرت جداول للمظاهرات والندوات في الأحياء، وتبنت الدعوة التي كانت قد انطلقت في الأسافير ووجدت دعماً وزخماً هائلين لخروج مليونية 30 من يونيو بحشود ومظاهرات في كل الأحياء والمدن. قياساً على تجارب الأسابيع الماضية والعديد من الشواهد، فإن المجلس العسكري سيحاول الالتفاف على هذه الضغوط إما بتقديم تنازلات لشراء الوقت أو بالمضي في خطته لإعلان حكومته المدنية والمراهنة على أن الاهتمام الدولي بالسودان سيتراجع وسيقبل الناس الأمر الواقع. هذا الرهان سيكون خاسراً في تقديري، لأن الشارع السوداني أظهر تصميماً غير عادي على مواصلة ثورته، كما أن العالم بقي مهتماً ومتعاطفاً مع الثورة السودانية التي حافظت على عنفوانها وسلميتها. عثمان مرغني يرى أن الأيام المتبقية من هذا الشهر ستكون حافلة بالتطورات وربما المفاجآت، لكن المؤكد أن الشارع السوداني لن يهدأ ما لم يرى ثمار ثورته. ومن يرد دليلا فعليه أن يرصد روح العزم التي يبديها الشباب والشعارات التي يرفعونها هذه الأيام. في سرية تامة وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام، أنهى فريق من العلماء المصريين والبريطانيين رحلة بحث استمرت 3 أيام في منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر التاريخية، بحثا عن غرف جديدة لم تكتشف من قبل خلف جدران مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. وقام الفريق المصري البريطاني الذي قاده عالم المصريات وزير الآثار المصري السابق ممدوح الدماطي، قاموا بعملية مسح راداري دقيقة لمعرفة مزيد من المعلومات عن الفراغات التي كشفت عن وجودها عمليات مسح جيوفيزيقي جرت في السنوات الأربع الماضية ضمن عمليات البحث عن قبر الملكة نفرتيتي، التي قال عالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز إنه يعتقد بوجوده خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج المسح الجديد خلال الشهرين المقبلين بعد انتهاء فريق العمل من تحليل ما جاء بالصور والترددات من معطيات. الآن إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، دمتم وإلى اللقاء.